السنة العادية تتألف من 365 يوماً، إضافة يوم واحد يحولها إلى سنة كبيسة كما الحال في عام 2024. وعلى الرغم من أن هدف إضافة ذلك اليوم المحافظة على تزامن التقويم مع الفصول، فإن وجوده يقترن بأساطير وعادات غريبة حول العالم. فما هي؟ اليونان. اعتقاد متوارث في الفلكلور اليوناني ينذر بفشل الزواج إذا ما عقد القران في 29 من فبراير. سكوتلندا. تطلب المرأة يد الرجل الذي ترغب في الزواج منه، وإذا رفض الرجل العرض يكون ملزماً بدفع غرامة مالية إلى حبيبته. إيطاليا. اعتقاد سائد بأن الحيتان تلد فقط خلال السنوات الكبيسة بمدينة ريجيو إيميليا الإيطالية. فرنسا. تصدر صحيفة لابوجي دو سابير وتعرف بأنها الصحيفة الأقل مبيعاً في العالم، وتصدر كل 4 سنوات. تايوان. السنة الكبيسة تجلب سوء الحظ لكبار السن، ولمواجهة هذا الاعتقاد تعود السيدات المتزوجات إلى منازلهن لإعداد حساء الخنزير الذي يجلب الحظ وفقاً لمعتقدهن. وأنت ما رأيك؟ هل تصدق أساطير السنة الكبيسة؟